بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. صدق الله العلي العظيم. النظام الأكمل هو النظام الذي فيه الافتتان والامتحان، أن لا يكون الفرد مسيرا، أن يكون مسلوب الاختيار، كلا، وإنما له الاختيار بأن يختار الخير أو الشر بإرادته. وهذا النظام الأكمل متقوم على وجود العدو. الأعداء تارة عدو من الخارج، وتارة عدو من الداخل. العدو الداخل، قال: نفسي وشيطاني ودنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وتارة العدو، الأعداء، هم في الخارج، قد يريدون شخص الإنسان، وقد يريدون جماعة، الحضارة الإسلامية مثلا. فهذا الله عز وجل في هذه الآية المباركة يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. قطعا هناك أعداء موجودون، ولكن على المؤمن أن يأخذ حذره، أن يحتاط، أن يهيئ المقدمات حتى لا يقع في شرك الأعداء، سواء كان العدو داخلي أو خارجي. خذوا حذركم. أخذ الحذرة للمؤمن، يقولون العلماء أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، يعني هذا الحكم خذوا حذركم، هذا الأمر أن يأخذ الإنسان حذره، أن يحتاط، أن يخطط لمستقبله، لمستقبل أبنائه، التخطيط السليم. هذا الحكم متوقف على الوصف، يعني أو توقف الحكم على الوصف مشعر بالعلية، يعني كأنما المؤمن هو الذي يأخذ حذره، ومن لا يأخذ حذره فليس بمؤمن. يا أيها الذين آمنوا، هذا وصف، آمنوا خذوا حذركم، يعني المؤمن من يخطط لمستقبله، خصوصا أمام العدو، سواء كان عدوا من الداخل أو عدوا من الخارج، لأن العدو الداخلي أيضا يحتاج إلى خطة. بلا خطة النفس تغلب الإنسان، بلا خطة الدنيا تغلب الإنسان، الشيطان يغلب الإنسان. متى يمكن للفرد أن يقف أمام الشيطان وأمام نفسه وأمام الدنيا وأمام الهوى؟ بوجود خطة يرسمها لنفسه. وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام رسموا لنا الخطة في اتباع أوامر الله عز وجل. كل ما تقترب لله، كل ما تسيطر على نفسك. فالآية نرجع إليها: خذوا حذركم. هذا الأمر، الحذر، الحاذر هو الذي يفكر بعقلانية وحكمة ويخطط، هذا هو الحاذر. أما من يلقي بنفسه في المهالك، هذا مو حاذر. نعم، إن دخل حربا بخطة مدروسة فهذا أخذ حذره، ولكنه لا يذهب إلى بلاد الغرب مثلا
ولا خطة لديه لحفظ نفسه وأولاده. ينتهي ينتهي. كثير وقد تعرفون البعض الذين ذهبوا إلى البلاد الأخرى وانتهوا. أبعث ابني مثلا مبتعثا للجامعة في الغرب بدون خطة، هل هذه المدينة فيها مركز إسلامي مثلا؟ أجعل ابني في ذلك المركز الإسلامي، أتواصل معه أو أتركه في أمان الغرب؟ لأن الترك في أمان الله أيضا يحتاج إلى خطة. عبد الله بن جحش زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، هذا كان صهر أبو سفيان، من المسلمين الذين ذهبوا إلى الحبشة، هاجروا إلى الحبشة في شدة الصعوبات على رسول الله ومسلم. فرسول الله بعث جماعة إلى الحبشة، هذا أحدهم من المهاجرين، ذهب إلى الحبشة غرته الدنيا، ارتد. يعني رجل مسلم عانى الكثير مع رسول الله في فترة إسلامه في مكة، إلا أنه عندما ذهب إلى الغرب ارتد وانتهى كل شيء. نصحته أم حبيبة أن يعود، لا بقي مرتدا في الحبشة إلى أن مات فيها. ماكو هناك ضمان على أن الإنسان المؤمن يحفظ إيمانه، قد ينتهي الإنسان المؤمن يذهب يسلم منه روح الإيمان. فلذلك الحاذر هو الذي بتعقل وبحكمة يجعل لنفسه خطة. خذوا حذركم، بس شنو طريقة أخذ الحذر من الآخرين، الأعداء الآخرين؟ العدو على قسمين، بين مثبط بالتثبيط، تريد تصنع الخير يمنعك، لا لا تستعجل، هذا التبطئة أو التوطئة. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله هناك الكفار المتواطئين على رسول الله وعلى الإسلام توطئة، وهناك المنافقون المثبطين تبطئه المبطئين. هذا المنافق يأتي ويقول لا تذهب إلى الحرب، لا تفعل كذا، لا، يثبطك ويبطئك. بعد ذلك يقول قد هو ما يقبل الله، ولكن لاستمرار للتبطئه يقول قد أنعم الله عليه. المنافق هو كافر في الواقع، مسلم بالشهادتين فقط في الظاهر. لذلك المنافقون كانوا مع المؤمنين وكانوا مع الكافرين، وكانوا جواسيس للكافرين ومع اليهود. هذه الآية نزلت في السنين الأولى والرسول صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، وهناك أعداء يحيطون برسول الله، كفار قريش الذين يريدون إبادة رسول الله وإبادة الإسلام من جهة، اليهود وأموالهم والربا كانوا يؤثرون، والمنافقون في الداخل هؤلاء أيضا كانوا مؤثرين ويثبطون عزيمة المؤمنين. فعلى الإنسان أن يعرف من هو العدو، هذه الخطوة الأولى لأخذ الحذر. بعد ذلك يجعل الخطة ويرسم الخطة لمحاربة العدو. العدو النفس، يرسم خطة لمحاربتها. العدو الغرب والثقافة الغربية التي دخلت في بيوتنا عبر الفضائيات وغير الفضائيات، يجب أن نرسم خطة. نترك البنت والابن أمام الفضائيات يتأثرون بالأفكار الغربية، يبتعدون عن الإسلام. هذه المهازل التي تقع في البلاد الإسلامية بسبب المسلمين أنفسهم. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن سنة رسول الله، ابتعدوا عن القرآن الكريم، ابتعدوا عن منهج أهل البيت. إذا واحد حصل الخواء في داخله يؤثر عليه كل شيء. الشيوعيون عندما دخلوا إلى العراق أبان المد الأحمر، كان وجودهم في كربلاء وجود ضعيف جدا. لماذا؟ لأن علماء كربلاء وخطباء كربلاء اجتمعوا وقرروا أن
يبين أصول الدين للشباب في كل المساجد والحسينيات وحتى في الطرق في البيوت. بس إذا في منطقة ما في مثلاً بيت كبير اللي يسع للأفراد، رجل دين يذهب داخل الفرع يجلسون ويعلمهم أصول الدين، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هذه أمور جعلت الحصانة في الشباب. لذلك الشيوعيون عندما في زمن عبد الكريم قاسم في العراق دخلوا في كل المدن، وجودهم كان في كربلاء وجود ضعيف جدا، لأنه صارت خطة وحركة أمام هذه الثقافة الشرقية. المد الأحمر وقفوا لأنه كانوا يلقون شبهات. الشيوعيين كثير عندهم شبهات، ليس الشبهات قد تكون علمية واهية ولكنها تحتاج إلى تفكير. فهذا الشاب الجامعي أو ذاك الرجل العادي الكاسب هذه الشبهة يستمعها فيتأثر بها. إذا ما عنده عقيدة رصينة يتأثر بالشبهة، فإلى أن يأتي إلى رجل الدين يسأله أو لا يسأله خلاص يتأثر وينحرف. ولكن إذا كانت عنده عقيدة رصينة فهذه الشبهة لا تنفذ إلى قلبه. لذلك في هذه الآية المباركة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عندما سئل عنه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قيل يا للإمام الصادق، نص الرواية مو في بالي، أنه سئل الإمام عن هذه الآية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة البدن أو قوة القلب؟ هذه قوة في القلب، إن واحد يكون صلد أمام الآخرين أمام الأعداء، أم قوة في البدن أن يجهز السلاح ويمارس الممارسات التي ترتبط بالحرب؟ قال الإمام الصادق بل فيهما جميعا، يعني القوة في القلب والبدن. أن لا يتأثر الإنسان بالشبهات، أن لا يتأثر الإنسان بالظواهر الغربية، هذه تحتاج إلى قوة في القلب، وأن يكون على قدم وساق للدفاع عن عقيدته وعن وطنه وعن مذهبه، هذا قوة في البدن. لذلك في هذه الآية المباركة خذوا حذركم، اللي ما عنده قوة في القلب ينحرف. عبد الله ابن العباس هذا في زمن الإمام الحسن ذهب إلى معاوية، عبيد الله ابن الحر الجعفي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أتى إلى خيمته وطلب منه المناصرة ولكنه رفض. بعد مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه واستشهاده أتى إلى قبر الحسين وبكى أشعار معروفة، فيا لك حسرة ما دمت حيا، أشعار معروفة. بعد ذلك هم فار كان في فرار، كانوا يريدون يقتلوه، ورا سنة أو أقل من سنة وقع في نهر الماء وأخذه الماء مات. هذا عنده ضعف في العقيدة، ضعف في القلب، يتأثر بأي شيء. تحتاج إلى خطة. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. النافر يعني الحركة اللي فيها مشقة، الحركة اللي فيها مشقة. طائفة ينفرون لطلب العلم، هذا مشقة أن يترك الإنسان وطنه وأرضه يذهب ليحصل العلم في المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الفترة، والآن إلى الحوزات العلمية بعد ذلك يرجع. هذه قضية فيها مشقة، النفر فيها مشقة، في النفر المشقة. لذلك كلمة فانفروا هذا بصعوبة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. السلم أو الحرب غير ذات الشوكة، يعني السلم، لأن الحرب فيها الأشواك وفيها السيوف
والرماح، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنه تقعدون في مكانكم براحة، ما تطلعون للحرب. ولكن الله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. المهم هذه إحقاق كلمة الله، قطع دابر الكافرين. إذا بيصعوبة بيصعوبة، إذا واحد يتزوج في الزواج صعوبة، لا يتزوج لعدم الوقوع في المشاكل، إذا يشتري سيارة في شراء السيارة صعوبة، إذا يشتري بيت في تعمير البيت صعوبة. واحد يريد يفر من الصعوبة، ماكو فرار من الصعوبة، الدنيا دار التعب. فواحد يخطط للدنيا يخطط لآخرته أيضا ويتحمل المشاكل. فانفروا ثباتا، ثبات جمع ثبة، ثبة يعني جماعة سرية من 5 إلى 300 شخص إن اجتمعوا للخروج إلى الحرب، هذه ثبة. فتارة الهجمة على المسلمين هجمة مختصرة، هذه لا تحتاج إلى نفر جميع المسلمين. فانفروا ثبات، مجاميع منكم، مثلا في حرب مؤتة مجموعة بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله، سرايا رسول الله كانت مجاميع صغيرة تخرج أو كبيرة تخرج. ولكن تارة الحرب على الشيعة، على المسلمين، على العقيدة، على المذهب، من كل الجهات تحالف الجميع. هذا بعد ما ينفع نقول مجموعة رايحين يتفقهون في الدين، مجموعة رايحين يحاربون، هذا ما ينفع، هذا يحتاج إلى فانفروا جميعا. الحروب الدفاعية حتى الكبير يجب عليه الدفاع، حتى العاجز بمقدار اللي يأتي منه يجب عليه الدفاع. في الحروب الهجومية أو في الحروب الصغيرة تسقط عن المريض والأعرج والمستثنيات، ولكن في الحروب الدفاعية اللي هناك هجمة من الكل، على الكل أن يرفع السلاح. إذا تارة الهجمة تكون عسكرية وتارة الهجمة تكون ثقافية. حقيقة الآن شيعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في كل العالم هناك هجمة، تحالفت قوى الكفر والشرك والظلام من المشركين ومن التكفيريين ومن النواصب على شيعة أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة وأزكى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا الآن تكاتف منهم، تكالب على الشيعة. فهنا لا يحتاج، أنا جالس في بيتي مرتاح ما أؤدي مسؤولية، لا، يجب عليك بمقدار. فانفروا جميعا، الخروج الكل يخرج، تارة يرفع السلاح، تارة المرأة في بيتها، الرجل الكبير في بيته، يمكن أن يدافع عن المذهب عبر الوسائل المتاحة، الإنترنت، الكتابات في الإنترنت، الدفاع عن أهل البيت. حقيقي واحد يشوف من كل الجهات. أحد كان ينقل العلماء يقول 3000 شبهة في الإنترنت ضد الإسلام، 3000 شبهة. إذا رجل مثقف يمكن أن يجلس فترة، يخلي فترة يقصر، يقتطع جزءا من وقته للدفاع عن المذهب. مو المسؤولية على عاتق العلماء فقط، مو المسؤولية على عاتق المثقفين فقط، أي واحد يمكن. هذه حرب من كل جهة، حرب ضروس. يجب على الإنسان أن يهيئ، يرسم خطة، ولو خطة داخلية، أقلا لحفظ أهله، لحفظ أولاده، لحفظ من يمكن حفظه. وما أكثر المنافقون في بين المسلمين وبين المؤمنين في حرب أحد، أقرأ في التاريخ أنه 300,000 نفر كانوا مع رسول الله، 300 انفصلوا عن رسول الله وفروا ورجعوا، يعني ثلث المسلمين مع رسول الله ظهر أنهم منافقون وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله. 300 في 1000 تقريبا ثلث.
فهناك الكثير اللي في الظاهر هو معك، ولكن عند المشكلة تراه يفر يتركك. إذا ما عندي خطة أنهار، مثل ما انهار الجيش في موصل، 500 واحد دخلوا إلى موصل ولكن انهار. ليش؟ لأنه ما كان عندهم خطة، لا القيادة كانت في فكر حفظ المدينة، وما أكثر من قتل من شيعة أمير المؤمنين هناك بيد التكفيرين الدواعش. لماذا؟ لأنه ماكو خذوا حذركم، ماكو أخذ الحذر. إذا ذاك في الجانب العسكري وفي الجانب الثقافي، المغول عندما هجموا إلى البلاد الإسلامية هذا هجومهم بربري عسكري، ولكن علماء الشيعة أخذوا حذرهم كيف؟ فغزوهم ثقافيا، يعني قاموا يشتغلون على من؟ على المغول، فالمغول أصبحوا مسلمين. يعني أحفادهم اللي كانوا يحكمون هاي البلاد أصبحوا مسلمين، خلاص انتهى ذاك الغزو العسكري، انتهى بغزو ثقافي مقابلة. يجب التعب، العمل، مو أن يترك الإنسان. إذا واحد ما يقدر يؤدي شيء، يقدر أن يدافع في الإنترنت، زين خليه يؤدي هذا الدور. أحد العلماء الشيخ عبد الله، هذا الوالد ذاكرة في بعض كتبه القضية، ينقلها قبل 35 سنة، يقول هذا الشيخ عبد الله كان يذهب للحج دائما. في سنة من السنين فكر وهو في الطواف أنه أنا هسه كل سنة أجي للحج، ما الذي أديته من المسؤولية؟ علي أن أؤدي المسؤولية الشرعية الملقاة في عاتقي، أن أهدي الآخرين وأثر على الآخرين. فاستشار، لأنه في الحج يأتون من كل العالم، فاستشار البعض، قال أريد أن أعمل للدين، أرفع راية التبليغ، وين أروح؟ أفكر أنه في الرواية أفضل الأعمال أحمزها، أطلع إلى أبعد البلدان. فقال وين أبعد البلدان؟ منطقة صعبة وعرة. أشاروا إلى الجزائر، مجموعة جزر بعيدة عن الحجاز اللي بعدين سميت بالفلبين. قال طيب أروح هناك. قالوا هناك هذول وحوش، ظاهرا أوادم ولكن وحوش، قد يكونون من أكلة البشر أيضا، وهم يعبدون الأصنام. قال طيب أخرج. وجاهدوا في الله حق جهاده، هذا حق الجهاد. خرج إلى الفلبين فشاف هناك حقيقة الناس اللي موجودين هناك، أولا لا يعرف لغتهم، هم على كما في أدغال أفريقيا هكذا يعيشون. فأتى إليهم مستغربين، شاف هناك خيمة مرتبة، قال يمكن هذا كبيرهم، دخل في الخيمة، فكان خايف أنه قد يقتلوا يأكلوا. فشاف الكبير كبير القوم اللي في الخيمة رحبه به، قال طيب أنا أخدمه. 9 سنوات عمل خادما عند هذا كبير القبيلة، 9 سنوات، رجل دين يمكن كبير في العمر أيضا، كان يشتغل خادم يجي يخدمهم مجانا بلا عوض. ذاك هم شاف خبر فد واحد جديد جاي ده يخدمه، ما يخالف، فتح له المجال. ورا 9 سنوات اتعلم ثقافتهم، طريقتهم، عاداتهم. بعد 9 سنوات زوجه هذا رئيس القبيلة من إحدى بنات القبيلة. إلا أن هذا الشيخ عبد الله كان أوقات الأذان من اليوم الأول يؤذن بصوت مرتفع ويصلي. فبعدين لما استأنسوا بي قالوا له أنه شنو هذا، شنو هذا العمل اللي تقوم به؟ فأخذ بنشر الإسلام فيه أنه هذا عبادة لله عز وجل. تلك القبيلة أسلمت بجهود شيخ عبد الله، يعني واحد مضحي بكل شيء، بكل شيء. شنو التضحية؟ بوطنه، تضحية بأصدقائه وبأقربائه وبعائلته،
تضحية بالأموال، يروح في مكان يقوم يشتغل مجانا، يعني ضحى كل شيء، تضحية بنفسه، يعني جاذب أنه يعني قد يقتل ولكن في سبيل الله عز وجل. تلك القبيلة قبل 35 سنة، سيد الوالد رحمه الله كاتب في كتابه أنه ربع الفلبين هذه القبيلة المسلمة، 12 مليون في تلك الفترة، 3 ملايين هذه القبيلة كلهم مسلمون بجهد رجل واحد اسمه الشيخ عبد الله. الإسلام دخل إلى الصين عبر تجار المسلمين. أنقل هذه القضية الأخرى أيضا وأختم بهالكلام. السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمه الله، هذا كان المرجع الأكبر للطائفة، تمرض مرض شديد، دخل عليه شيخ من همدان، همدان مدينة في إيران، فالسيد أبو الحسن الإصفهاني أراد أن يقوم إجلالا لهذا الشيخ. جماعته قالوا له سيدنا مولانا أنت مريض تمدد، ليش تريد تقوم؟ قال لا لا ساعدوني حتى أقوم. فبصعوبة بالغة وأطرافه يصرون عليه بأن يبقى متمددا، قال لا أنا قدام هذا الشيخ لازم أقوم. فقام الشيخ يصر عليه، لا مولانا اجلس. بعد يلو من الشيخ راح قال له منو كان هذا الشيخ؟ قال هذا زميلي في الدراسة في النجف في أيام الشباب، 10 سنوات درس أو فترة طويلة كنا معا، أتى إلي وقال أنا بعد في النجف أنا أخذت علوم أهل البيت، أريد أرجع إلى همدان والشيعة هناك محتاجين لعلوم أهل البيت. قلت له شيخنا أنت لك قابلية المرجعية، أنا دا أشوفك زملاء إحنا دراسة، يمكن أن تصبح مرجع كبير. قال لا أنت موجود وأنا أشوف فيك المرجعية في المستقبل، فهذا الواجب أنت دا تشيله، واجب كفائي، فالكفاية بك، أنا أروح إلى همدان. يقول كل ما أنا أصريت عليه لك مستقبل هنا في النجف ابقى، ما قبل. شوفوا وظيفة، يحسوا بوظيفة هنا هم ما يبقى فراغ، السيد أبو الحسن موجود وحسب رأيه مستاهل للمرجعية وتأتي إليه المرجعية. فيقول هذا خرج من النجف. بعد فترة السيد أبو الحسن الإصفهاني يقول سألته مجموعة من همدان أتوا أنه الشيخ فلان كيف صحته؟ قالوا هذا الشيخ قبل كذا سنة إجا للنجف ما رجع إلى همدان. يقول 10 سنوات انقطعت أخبار الشيخ عنا، كل واحد يجي من همدان يسأل عنا يقول ما موجود. يقول وراء 10 سنوات شفت الشيخ كان جاي للنجف زيارة. قلت له شيخنا أنت وينك؟ مو المفروض تروح إلى همدان هناك؟ نخفنا عليه. قال في الواقع أنا خرجت إلى همدان في طريقي في العراق، وصلت إلى قرية وقت الأذان ماكو واحد يأذن، أسألهم مسجد؟ ما عندنا مسجد. قلتوا شنو؟ قالوا إحنا عباد الشيطان، عباد الشيطان. قلت كيف أنا أروح إلى همدان ذولاك الشيعة يحتاجون إلى علومي ولكن هنا واجب عيني، 70,000 عباد الشيطان في مكان، أي واحد ما جايهم؟ يقول تركت همدان، قلت لا أخرج من هذا المكان، هذه القرية وضواحيها، إلا بعد أن أؤدي الرسالة. فظليت هناك، قلت لهم يا جماعة أنا أعرف الكتابة والقراءة، أريد أعلم أبنائكم الكتابة والقراءة، عالم واصل إلى مرتبة. يقول أجي أعلم أبنائكم القراءة والكتابة. فجلس زين، بعدين طوله مكان، قالوا هنا مكانه، جابوا أبنائهم قام يعلم الأبناء. 10 سنوات صرف عمره، ترك وطنه الأولي همدان، وطن الثاني النجف، وأصدقائه وجماعته هناك 10 سنوات، ولم يخرج من هذا المكان إلا بعد أن أسلم جميع أهل هذا المكان، 70,000 نفر. فالسيد أبو الحسن يقول مثل هذا الفرد المضحي، هذا لا، هذا مو شيء أنه أقوم أمامه إجلالا، هذا ضحى بالمرجعية، هذا ضحى بمستقبله، ضحى بكل شيء في سبيل أداء الوظيفة الشرعية. حقيقة علينا أن نفكر
في أنفسنا، في أهلنا، في مذهبنا، في عقائدنا، في الأعداء الذين يتربصون بنا، الدوائر، أن نخطط، أن نرسم لأنفسنا خطة. تواصل مع أهل البيت سلام الله عليهم، للإمام الرضا الزيارة، السيدة معصومة لكربلاء، هذا يوجب انشداد القلب، انشداد قلب الأطفال الصغار نحو أهل البيت. هذه خطوات مقبولة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير والرضا. إن شاء الله تعودون إلى بلادكم بحوائج مقضية، بيد مليئة بالخير، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.